هيئة الأرصاد، النهاردة بتتوقع أن الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما بالليل فالجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة يكون في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الطقس النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ميرلا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا رب. طمنينا يا دكتور أخبار الطقس النهاردة، خصوصا الجو بدأ يبرد شوية، امبارح كمان كان فيه أمطار. بالفعل احنا مستمرين في انخفاض درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، اجواء خريفيه في معظم المحافظات، وده بسبب ان احنا ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبتساعد على انخفاض درجات الحراره. بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه معتدله ومنخفضه من درجات حرارتها، عشان كده احنا بنحس بالانخفاض فتره النهار وكمان فترات الليل، وخاصه في فترات الليل المتاخر. فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس خلال فتره الظهيره تحديدا بنحس بالاجواء الحاره او المائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط. طقس ما بين حر شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تسجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط كمان درجات حرارتها بدأت تنخفض، ويعني تكون أقل من 30 درجة مئوية، فبالتالي أجواء خريفية في معظم محافظات الجمهورية، ودي درجات الحرارة أو دي المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. كمان فترات الليل مع دخولنا في مع غياب أشعة الشمس، دخولنا في ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، بيكون في انخفاض في درجات الحرارة وبيكون ملموس أكثر في ساعات الليل المتأخر، أجواء لطيفة تماما، يمكن كمان فيها بعض البرودة الخفيفة خلال فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية. كمان اليوم طبعا مع وجود السحب المنخفضة أو المتوسطة هيستمر معانا سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لمحافظة، هتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة أو تكون متوسطة أحيانا في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والعلمين والإسكندرية، بعض المناطق كمان محافظات شمال الوجه البحري، شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، تمتد الأمطار بصورة أقل أو بكميات أقل، أمطار خفيفة لبعض الأماكن من محافظات جنوب الوجه البحري، سواحلنا الشمالية الشرقية، مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، بعض المناطق من الصحراء الغربية، فبالتالي لسه مستمر معانا فرص الأمطار، لكن هي غير مؤثرة تماما على أي أعمال أو أنشطة يومية في أي محافظة من محافظات الجمهورية. كمان هيكون في نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، يعني زي السواحل الشمالية الغربية، سيناء، شمال الصعيد، بيساعد بشكل كبير على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. الحمد لله الأجواء فيها تحسن مستقرة كبير، أجواء مستقرة بشكل كبير، ما فيش أي تقلبات جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية. يمكن كمان الأجواء الخريفية دي متوقع أن هي تستمر معانا حتى نهاية هذا الأسبوع، مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله. متوسط درجة الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى 30 إلى 31 درجة مئوية، وفرص الأمطار هتختلف من يوم للتاني، لكن في مجملها مش مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. احنا بس بنقول لكل السادة المواطنين احنا في فصل الخريف، بنقول على الخريف ان هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فمهم جدا بقدر الإمكان يوميا قبل ما نخرج من البيت نتابع طبعا النشرة الجوية. نشكر حضرتك يا دكتور، دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. بالنسبة للقاهرة درجة الحرارة العظمى هتسجل 30 درجة والصغرى 23، العاصمة الإدارية 30 درجة والصغرى 22، الإسكندرية 22، العلمين الجديد العظمى 28 درجة والصغرى 22. أما بالنسبة لمحافظة مطروح فالعظمى هتسجل 27 درجة والصغرى 21، دمياط العظمى 28 درجة والصغرى 23،
بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 31-21. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 30 درجة والصغرى 22، العريش 29 درجة 22 للصغرى، سانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 18، طابة 30-24، حلايب 33-26. أما بالنسبة لشلاتين فالعظمى هتسجل 36 درجة والصغرى 25، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 33-25. أما بالنسبة للفيوم فدرجة الحرارة العظمى فيها هتسجل 31 درجة والصغرى 23، بني سويف 31-23، الوادي الجديد 36-24، أسيوط 32-22، سوهاج 33-24، وإنا العظمى 36 درجة والصغرى 25. بالنسبة للأقصر درجة الحرارة العظمى هتسجل 39 درجة والصغرى 26، أسوان 39 درجة والصغرى 26. دلوقتي خلونا نرجع لجمانة وأحمد عشان نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ميرنا.